من النار يا سبحانك يا لا إله إلا أنت. من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج تجليات فقهية نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم التي ترد إلينا عبر الاتصال مباشرة بهواتف البرنامج والظاهرة أسفل الشاشة. وإلى حين ورود اتصالاتكم إلينا نقرأ عليكم بعض الرسائل التي وردتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل المشاهدين الكرام، وقد اخترنا المهم منها فالأهم. منها هذا السؤال من زينب، تقول: وضع الجلي على الرأس، المقصود بي على ما أظن من السؤال أنه أحدى مثلا مستحضرات التجميل توضع على شعر الرأس لكي تسرحه مثلا، أو لكي يعني يكون في بوضعية معينة، مثل الآن اللي يوضعوه الشباب حتى الشعر مالتهم يظل واقف هيك يعني، أو سرح مثلا، أو يسرحه، أو يخليه مثلا براق مثلا، من هالقبيل. هذا الجلي اللي هنا السؤال، الأخت زينب تقول: الذي يوضع على شعر الرأس هل يمنع من الوضوء؟ نعم، إذا كان هذا الجلي يمنع الماء من الوصول إلى بشرة الرأس، يعني الشعر ثم بشرة الرأس، في هذه الحالة يمنع من الوضوء، فلا بد من إبعاد هذا الجلي عن الرأس على الأقل بغسلة، يغسل الرأس قبل الوضوء، ثم بعد ذلك يتوضأ، بعد ما ينشف رأسه يمسح على رأسه حتى يكمل وضوءه، ثم بعد ذلك يذهب إلى الصلاة. هاي بالنسبة لمسألة الجلي. أما إذا كان يعني نوع من مستحضرات التجميل الذي يوضع على شعر الرأس ولكن لا يمنع من وصول الماء إلى بشرة الرأس، في هذه الحالة إذا كان لا يمنع، نعم حينئذ يمكن الوضوء ويمكن المسح على الشعر والبشرة، لأنه لا يمنع من وصول الرطوبة إلى بشرة الرأس. أما إذا كان يمنع، نعم هو هنا فيها الإشكال. عندنا أيضا رسالة أخرى، يقول أنا هذا الأخ ياسر يقول: رجل أمنني على سر وأنا قمت بإفشاء ذلك السر، هل يعد ذلك ذنب؟ الأمانة لابد أن تصان حتى ولو بحفظ الكلمة أو حفظ الموقف أو حفظ الصورة أو حفظ أي شكل من أشكال التعامل بين الناس. مقتضى الأمانة هو الحفظ، أما الإفشاء فهو ليس مقتضى الأمانة، يعني يكون خائن للأمانة حينئذ. نعم، خيانة الأمانة أو إفشاء السر بحسب السؤال اللي ذكر الأخ ياسر هنا، نعم لربما يكون هو من الذنوب، سواء يعني الذنوب الطفيفة أو الذنوب العظيمة. إفشاء السر أمر في غاية الخطورة من ناحية شرعية ومن الناحية العرفية كذلك، فالعقل هنا والعقلاء يقبحون الشخص الذي يؤمنونه على سر وهو يفشي هذه الأسرار بسهولة. الأئمة عليهم الصلاة والسلام في كم معين من الروايات، لربما روايات كثيرة، أكدت على حفظ الأمانة،
أكدت على عدم إفشاء الأسرار، وأن إفشاء السر هذا أمر عظيم. عندنا اتصال من كربلاء. أم علي من كربلاء، تفضلي يا أم علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا ومرحبا، تفضلي. سيد بشر، أسألك على مود الصلاة القضاء. نعم. يعني إذا الصلاة بعد الآذان مال الظهر ما مأذن، وأكو وقت يصير أصليها قضاء، أصلي صلاة قبل لا يأذن، لو يعني ما يصير إلا بعد ما أقضي صلاتي؟ لا، الصلاة الأدائية تصليها بوقتها، أما القضاء فبكيفك، قبل الأذان، بعد الأذان، إيش وقت ما كان، لأن القضاء ما تحدد بوقت. يعني لو فرضنا مثلا أنت عندك قضاء لصلاة الظهر بس من غير يوم، تمام، فتقدرين قبل الأذان تصلين قضاء ما في ذمتك، أو هي صلاة الظهر تقولين أصلي صلاة الظهر قضاء عما في ذمتي طاعة قربة إلى الله تعالى، الله أكبر، وصليها حتى لو بالعشرة الصبح، حتى لو بالعشرة بالليل. ومال المغرب القضاء؟ اي نعم، القضاء ما له وقت هنا، شو وقت ما تقضين، كل ما يكون القضاء يعني ابكر كل ما يكون افضل. يعني حتى المغرب والعشاء عادي؟ اي عادي، حتى المغرب والعشاء تريد تقضيهن ورا صلاة الصبح مثلا، او ساعة بالعشرة الصبح مثلا. مو قالوا من الاربعة ونص لحد اذان المغرب يعني ما يصير؟ ليش؟ ماكو هيك عندنا تحديد، ما عندنا هكذا تحديد. نعم اذا كان مثلا من نفس اليوم، مو مثلا قديم، يعني تذكرين قديم. اذا قديم شو وقت ما كانت تقدرين تقضين تقضين، اما من نفس اليوم يختلف. عندي سؤال ثاني سيد، تفضلي. زوجي توفى. نعم. عمره 45 سنه، الله يرحمه. هو مطلوب صلاه، مطلوب صلاه، بس ما اعرف يعني هو صيام ما كان يصوم، بس يصلي. بس بالنسبه لك انت مو واجب عليك قضاء عما في ذمه زوجك، الواجب هو على الولد الاكبر له. إذا هو ما عنده ولد، بس اثنين بنات صغار. بلي، مو واجب لا عليك ولا على البنات الاثنين الصغار لما يكبرن، بس مجرد يعني استحباب، مو واجب. يعني أنا أريد أبرد أنت من الصلاة. إيه لا بأس به، تبرعا من عندك يعني. إيه لا بأس بذلك، هذا أمر جيد وتثابين عليه كذلك. نعم. زين شلون أصلي فيها؟ أعطي مكانها مثلا طحين؟ بالنسبة للصلاة، بالنسبة للصلاة ماكو تطين طحين، ماكو بالنسبة للصلاة، قضاء فقط. يعني طبعا. مثلا تحصرين المدة اللي هو مطلوبها إيش قد، مثلا سنة، سنتين، عشرة، أنت مثلا تحصرين المدة اللي هو مطلوب بها صلاة وتقضين هي، هاي بالنسبة للصلاة. أما بالنسبة للصيام فإذا مثلا تعرفين إيش قد هو مطلوب صيام، ايضا هم تحصرين المده وتريدين تقضين عنه تبرعا تقضين، ما يخالف. يقولون اهله كان يصوم يعني صايم لشهر او شهرين ما اعرف، بس انا يعني اللي ادري بيه ما صايم. خلاص هذا اللي تدرين بيه حصري مثلا بعدد معين، وقولي مثلا هل قد سنه ما صام، انت تبرعا من عندك تريدين الصومين صومي، والدفعين عنه الفديه ومقدارها 22 كيلو ونص من الطعام تنطي إلى الفقراء عن كل شهر، 22 كيلو ونص، هاي فدية مو الكفارة. الكفارة أنت ما ملزمة بها، أنت ما ملزمة بدفع الكفارة. زين، وبالنسبة للصلاة ذكرنا لك الصلاة لقدام، ها قصدك تريدين مثلا صلاة وصوم الدفعين مكانه يعني كمبلغ مالي، وتخلين واحد غيرك هو اللي يقضي؟ اي نعم لا بأس تتفقين ويا واحد امين ممكن يعني يقوم بالصلاة والصيام عن هذا زوجك المتوفي بمبالغ مالية، تتفقين انت وياه اتفاق هذا ثنائي. يعني ايش قد بالسنة؟ انا بالنسبة لي تحديد ايش قد بالسنة هذا ما أقدر أنا يعني على البث المباشر أذكر هذه المسألة، يعني هي مسألة اتفاقية أجار واستئجار، أنت تأجرين واحد تقولي له مثلا إيش قد تأخذ على سنة صلاة، وأعتقد هي الآن يعني كما موجود في الأوساط الـ يعني الشعبية أنه الإنسان الأمين الصائم مصلي كذا، يعني متوسط ما يأخذ كأجرة لأجل الصلاة والصوم مثلا تقريبا حوالي 750 ألف هكذا، وإن كنت أنا ما أعرف بها يعني بالدقة،
بس هو اتفاق، هو اتفاق بينك وبين المستأجر. نعم ماشي سيد رحمة الله والدك. أهلا وسهلا ومرحبا بيك يا أم علي. نعم علي من البصرة. علي من البصرة تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا ومرحبا. مولاي شلونك؟ الحمد لله. شنو سؤالك أخ علي؟ مولاي أنا شغلي، أنا أشتغل بشركة. تشتغل بشركة؟ نعم. أي قبل شركة تصير ب 11 مثلا 12 مثلا قد أبدأ أروح للبيت. يقدر يروح للبيت. نعم. زين هاي حلال حرام؟ إذا هو أبو الشركة قال لك روح. مو أبو الشركة أستاذ، هو حاله حالي يشتغل عند أبو الشركة. يعني مدير قصدك؟ أي مسؤول. مسؤول. مو مدير، مسؤول مثلا شلون فورمن. أنا ما أعرف هذه التسميات بس خلنا نسميها بساميها العادية حتى أفهم أنا السؤال، حتى أقدر أعطيك الجواب بشكل صحيح وبشكل دقيق. يعني أكو أنتوا اثنيناتكم تشتغلون بالشركة واثنيناتكم أجراء، أنت سواء أو كان المسؤول اللي عليك، هذا المسؤول إذا كان من صلاحيته أن يقول لك روح روح للبيت، إذا مو من صلاحيته ما يصير. يعني راح يصير هذا المال اللي تاخذه كأجرة راح يصير به إشكال. أما إذا كان من صلاحيته فماكو إشكال عليك، أما إذا كان مو من صلاحيته ما يصير أنت تاخذ الأجرة مقابل هذه الساعات اللي أنت بيها بالبيت مو بالشركة. صحيح. نعم. الله يخليك يا عزيزي، أهلا وسهلا ومرحبا. أم كرار من النجف تفضل. يا أم كرار. السلام عليكم سيد. عليكم السلام ورحمة الله. نعم تفضل. أنا والدتي مفتور الحوض مالتها وتريد تصلي وعندها شك بالصلاة، يعني أجيب لها الماء وتتوضى وهي نايمة على السرير بس عندها شك بالصلاة، يعني الشك ما حكمها. إيه قصدت الشك بال مثلا عدد الركعات يعني بالإدراك. لو في كل شيء تشك. شنو الجواب؟ أنا سألتك يا مكرر إنه نوعية الشك اللي عندها تشك بماذا؟ تشك بفقرات الصلاة؟ بالنظافة. بالنظافة. تشك بالنظافة. إذا كانت تشك بالنظافة يعني ما عندها علم يقين إنها مثلا نقضت وضوءها، فقط مجرد شك وهذا دائمي وكثير، فحكمها أنه تكمل صلاتها وما عليها أي شيء لأنه كثير الشك لا شك له. يعني عادي تصلي بالإماء وهي نايمة لأن هي كسر بالحوض. أي نعم، لأنه هو هذا الوضع الاضطراري مالته، خو ما تقدر تقوم هي. أي نعم. أي نعم ما تقدر. نعم تقدر تصلي وصلاتها تكون على السرير أو على الكرسي أو يعني أي. هو اللي يسموه الوضعية الاضطرارية، هذه مو وضعية اختيارية حتى بكيفها. نعم أهلا وسهلا بيك. سؤال ثاني. تفضلي تفضلي. أسف تفضلي. شكرا. الشلغم يقولون من الطبخونه لا تخلون عليه تمر، محرم هذا الشيء؟ الشلغم؟ اي من الطبخونه عليه تمر. اذا من ناحيه شرعيه، وان كنت انا يعني مو ما عندي معلومات كافيه في الطبخ او في كذا يعني مسائل الطبخ وغيرها، لان هو هذا برنامجنا برنامج فقهي كما تعلمون. التمر المفروض ما يتخلى بالماء الحار ويفور، يعني هذا المقصود. أي. نعم مثلا بعدين واحد لما يريد ياكل الشلغم يخلي فوقه دبس هيك وياكله هذا ماكو اشكال، لكن يكون ينطبخ ويا لا. اي ما يصير، ما يصير ينطبخ ويا بني. مرحبا والدي. اهلا وسهلا ومرحبا بيك يا ام كرار. حامد من البصرة تفضل. أخ حامد. حامد من البصرة تفضلوا. أهلا وسهلا ومرحبا، أنت الآن على الهواء مباشرة أخ حامد. تفضلوا. عليكم السلام ورحمة الله. خلي تواصلك وياي عبر الهاتف أخ حامد وتفضل بسؤالك. مولاي العزيز بس على الدولار البيع والشراء مالته. أها.
يعني قصدك من تروح تبيع او تشتري دولار بالآجل، مو هذا قصدك؟ بالضبط، شراء دولار بالآجل. لانه مثلا بالنقد انت تروح تاخذ دولار تطيل تصرف، احنا نسميه تصرف، هي تبيعه، انت دا تبيعه عليه مثلا وبسعر السوق، هذا نقد، هذا ما بي اشكال. كذلك بالآجل، خلي ما يخالف، خلي اكمل الجواب. كذلك في الآجل، حتى لو كان بأكثر من سعره اللي موجود بالسوق، بالآجل إذا كان بيع وشراء ماكو إشكال بي. بس زين سيدنا، هنا أكو ملاحظة. نعم. السيد الشهيد الثاني رحمة الله على روحه، الله يرحمه برحمته، نعم. سئل واحد من الناس اللي هو عاملين مثل حامد، نعم، سئلة عن الدولار، قال إذا الدولار يعني أقدر أبيعه وأشتريه وهيك شيء. قال بالنسبة للدولار، الدولار هو تقدر تشتري بيه طماطم لو ما تقدر؟ قال له أقدر. قال له تقدر يعني تشتغل بغيره؟ قال له أقدر. قال له إذا نفس العملة. نعم. قال له إذا نفس العملة. قال له إذا صار بي أخ حامد، جزاك الله خير. إذا أخ حامد، صار هذه احنا برنامجنا برنامج فقهي، نجيب على الأسئلة مباشرة الابتلائية، اما مسألة الاختلاف والاختلافات بين العلماء اعلى الله مقامهم، هذا مو محل كلامنا في هذا البرنامج. اكو سؤال نجاوب على السؤال، اما محل عرض الاختلافات بين العلماء هذا مو محله، يعني برنامجنا مو محله بخدمتكم. عندنا اتصال ايضا من البصره، ام ادم. تفضلي يا ام ادم. سيد سؤالي عند الاحمد. اي تفضلي، اهلا وسهلا ومرحبا. حياك الله سيد. الوالده من شان الشابه؟ منو؟ مطلوبه صيام. عيد السؤال بالله بلا زحمه عليك. الوالده امي. اوه بلي تفضلي. اي نعم. من كانت شابه مطلوبه صيام، بس ما تعرف ان كان سنتين اكثر، وهسه يعني هي مرض كبيره، شلون تقدر توفيهم؟ هي تقليدها الان تقلد اي عالم، لانه اكو بعض الاختلافات في المساله. اذا كانت غير قادره الان على القضاء، قضاء الصيام، وهي مثلا تقلد السيد السستاني الله يحفظه، فتدفع الفديه اللي هي مقدارها 22 كيلو ونص عن كل شهر. بس لابد من البداية يكون تحدد بالضبط كم سنة، يعني المقصود كم شهر رمضان هي فايتها وما صامتها، لازم هذا بالبداية. ما تتذكر يعني هي قالت بين سنتين بين الخمسة. بين سنتين بين الخمسة، خلنا نأخذ بالأكثر اللي هو الخمسة. حتى إذا طلع هو أقل، خو بعد هي مثلا مكفية السنتين، وإذا طلع خمسة فهو خمسة بعد، هذا احتياطا تأخذ بالأكثر، فتنطي فدية لخمسة سنين، فدية إطعام مسكين كل واحد من هاي الخمسة 22 كيلو ونص من الطعام. كل أي نعم. يعني هي مثلا تأخذ من الحصة مالتها أو تشتريها بفلوسها؟ لا، هي يعني سواء هي مثلا بفلوسها او واحد يتبرع لها او احد اولادها ينطيها او اي شخص، المهم هي هاي فدية تدفع للفقراء جراء تلك السنين اللي ما صامتهن. زين، يعني اذا دفعت بعد ما عليها الصيام؟ نعم، يعني هي حاليا مرض كبيرة. بلي ما عليها. نعم، سؤالك الثاني. نعم سيد، الوالد قال قبل 4 سنوات متوفي. نعم الله يرحمه. فأختي الكبيرة كل ما يصير شيء، يعني مثلا يصير شيء بالعائلة، انه يعني تحمل مسؤولية أبوي. بلى يعني ما عشان إذا وضح السؤال، يعني أي مشكلة مثلا قالت يا مثلا الوالد هو صوتها مثلا، مثلا الوالد سبب، هي سبب، لو ما أبوي لو ما فيك، يعني تحمل دائما. انا بالنسبه لي اقولها انه هذا الشيء بعد هو راح دار حق، هذا الشيء حرام. زين عليها اذن لو ما عليها؟ والله بالنسبه لها اختك الكبيره هذا ابوها، المفروض تحفظ ابوها، اقول لك تحفظ ابوها
سواء كان بحضوره يعني في حياته وايضا بعد مماته. افتهم عرفت سؤالك يا اخت ام ادم، افتهمت السؤال. انا الان دا اجاوب، انا الان في وقت الجواب، اسمع الجواب اللي عندي. اختك الكبيره المفروض تحفظ اباها، لان هذا من يعني الحفظ، حفظ كرامه الوالد او حفظ كلامه او شخصيته، هسه سواء كان حاضرا في الحياة أو كان متوفيا، هذه من بر الوالدين. لازم تكون بارة بوالديها، مو تطلع أبوها بالشكل السيء، لأنه يعتبر عقوق. العقوق مو فقط إذا كان الوالد في يعني في الحياة، حتى في الممات أيضا. فلا بد أن تبر بأبيها على الأقل، يعني على لا ما تدفع أي شيء، فقط تستغفر الله سبحانه وتعالى وما عليها إيش، تستغفر الله سبحانه وتعالى وما عليها شيء. نعم، أهلا وسهلا ومرحبا بيك يا أم آدم. نعم، من واسط حسين، أخ حسين من واسط، أهلا وسهلا ومرحبا بك، تفضل. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا ومرحبا. الله يحفظكم مولانا. سيدنا إحنا صيادة، عندنا سطور جارحة طيور. نعم. فمرات نهد الصقر ونخلي به جهاز تعقب. فنلقاه يعني صايد الحبارة أو الطير أو غير شيء، سيدنا نلقاه ميت يعني كاتله. بهاي الحالة يعني نقدر ناكله نتصرف به لو نعوفه؟ هنا سؤال قبل لا أجاوبك عندي في السؤال لك. هذا الصيد يعني ضروري لأجل أنه حتى تاكل، وحتى تاكل هذا الصيد يعني محتاجة، او انت طالع للتسليه؟ لا سيدنا، هذا اللي نصيده نسترزق به يعني نبيعه. تبيعه يعني؟ نعم. هذا مصدر رزق. نعم نعم سيدنا. زين، اذا كان مصدر رزق وتصيد انت بواسطه الصقور، لابد انه تعرف احكام الصيد بالصقور او بالكلاب اجلكم الله. يعني لازم تكون حينما ترسله تقرا صيغه التذكيه، بسم الله الله أكبر، وتطلق هذا الصقر أو تطلق هذا الكلب، حتى من يروح التذكية موجودة. أنت تسوي هاي العملية، هاي الصيغة تذكرها؟ لو مجرد لا بس يشوف الصيد يعني ترسل الصقر عليه بدون تذكية، بدون أن تذكر التذكية، يعني مرات نرتبك بالصيد فنهده بدون يعني تذكية، صحيح؟ إذا تتركه بدون تذكية ووصلت مثلا الطير المصيود وهو ميت، فهاي ميتة لازم تذبها. أما إذا أنت ذكيت يعني قبل الإرسال قلت بسم الله الله أكبر ووصلت عليه أنه ميت، في هذه الحالة يكون الصيد حلال، مجرد فقط بعد ذلك الذبحة حتى يخرج الدم اللي موجود به ويكون حلال. نعم، حتى لو وصلت لميت. الله يخليك يا عزيزي، أهلا وسهلا ومرحبا خدمتكم. من الموصل الأخ محمد. محمد من الموصل تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا ومرحبا. الله يخليك، شنو سؤالك أخ محمد؟ احنا سؤالي، احنا نشتغل ايجور يومي. نعم. فمرات يعني من طول النهار يعني نتعب، فيضعف الشغل يعني شوية، يعني ما مثل بداية الصباح يعني. نعم. هل هذا بيشت يعني شيء حلال حرام؟ لا ماكو اشكال. مثلا لان هو عمل، هسا سواء اديته بشكل نشط مثل ما اول الصبح، أو أديته بشكل ضعيف مثل ما هو آخر العمل، يعني آخر وقت العمل، فهو بالنتيجة هو كل عمل. أنت دا مو قاعد وساكت، أنت قاعد تشتغل، فهذا ماكو إشكال عليك به، ماكو إشكال. وأجرتك أيضا ماكو إشكال عليها. نعم. سؤال آخر شيخ. سؤال آخر. نعم. شيخ، يعني إحنا يعني شخصيا بالعمل يعني أقرأ يعني أرد زي سورة الفاتحة أو صور قصيرة. نعم.
بلي كمل سؤالك أخ محمد. أخ محمد كمل سؤالك حتى نفتهم شنو اللي تريده. بلي أردد تردد. أنت قلت أنا بأثناء العمل أردد الصور القصار. نعم مرات يعني بدون وضوء يعني هل هذا باطل؟ لا لا ما يحتاج حتى لو بدون وضوء. اللي ما متوضي يعني باستطاعته أن يقرأ يعني بحدود 7 آيات هذا. أما أعلى أو أكثر من 7 آيات يكون مكروه إذا واحد مثلا بغير وضوء فقط. يعني هو جائز إليك ولكن يكره أكثر من 7 آيات. أنت تقول أنا أردد الصور الصغار، الصور الصغار يعني أغلبها هو أقل من 7 آيات، فماكو إشكال إن شاء الله في هذا الترديد للآيات أثناء العمل حتى لو كنت بلا وضوء. أهلا وسهلا بك يا أخ محمد، أهلا ومرحبا خدمتكم. عندنا أبو طالب من الديوانية، تفضل يا أبو طالب. تفضلوا أبو طالب. خالد سيدنا سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا ومرحبا بك يا أبو طالب. سيدنا سلام عليك يا عزيز. تفضل. سيدنا الله يسلمك. أصلي لقالك. نعم. الله يرحمه ورحمه. الله يرحمه ورحمته. إيه أصلي له ما أعرف هاش. يعني أصلي له يعني قلت مدى الحياة ما دام أنا أقدر وعندي صحة أصلي له. يعني أنت دا أصلي قضاء عما في ذمة والدك؟ كاملة أصلي له. أبو طالب بس اسمعني. أنت اللي هاي الصلوات اللي صليها هي قضاء عما في ذمة أبوك الله يرحمه؟ نعم. قضاء. نعم. قضاء. بل. انت ابن كبير مرات يعني تدري انت الابن الكبير يا ابو طالب وصلاتك مرات اصليها يعني قبل الصلاه يصير عندي مجال اصليها قبل الصلاه قبل الصلاه الواجبه اللي مالتك هي مالتي الواجبه مثلا تدري انت بسفر بزياره شيء انا اصليها دائما مرات قبل صلاتي وبعدين مني يبدي الاذان وبصلي الواجب جائز. نعم جائز ماكو مشكله يعني ماكو اي مشكله ان شاء الله. الله يخليك يا عزيزي. أهلا وسهلا ومرحبا بك يا أبو طالب. نور الهدى من النجف تفضلي. ألو. أهلا وسهلا ومرحبا بك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تفضلي. سيد عندي سؤالين. السؤال الأول. السؤال الأول أنا رحت أكثر من معقد للزيارة من أخذ التربة على مدى أصغري مدت فقط يمي فطار عندي هلسة 3 سنوات. بس لحظة خلي أفتهم يعني هاي التربة تابعة أي مرقد. نور خلي أفتهم السؤال. نور خلي أفتهم السؤال. أولا نتكلمي يعني على كيفش بهدوء حتى أنا أفهم السؤال. قلتي أنت رحتي نعم. للزيارة نعم. رحت للزيارة فمن أريد أطلع التربة التربة ما رجعت بقت يمي نسيت. التربة شبيها بقت يمي نسيت رجعتها وياي. أها يعني من طلعتي من الضريح انت اخذتي التربه وياك سهوا ما تدري اي لازم يكون ترجعيها لمكانها. اي صار عندي هسه 3 ترب بس ما اتذكر هاي التربه تابعه لاي مرقد انا مو رجعها. اختاري مرقد واحد من عندهن ورجعي كلهن 3 رجعيهن للمرقد اللي انت مثلا تختارينه انت تكون رايحه له. نعم يعني لأي مرقد عادي. اي اي مرقد بلي. السؤال الثاني استاذ. نعم. الاستاذ انا اداوم بالمدرسة فالاستاذ مرات يتمادح ويا الطالبات فهل يصير انه احنا نضحك ويا ونتمادح يعني نقابل يعني نقابل المزاح والضحك ويا هذا الشيء يجوز؟ خارج نطاق الدرس او موضوع الدرس؟ عشان؟ خارج موضوع الدرس ونطاق الدرس يعني هذا المزاح. إيه خارج موضوع الدرس. غير بس جالس. هو أثناء الدرس مثلاً مو شفنا مثلاً إحنا تعبانين من الدرس فيعني يخرج عن الموضوع ويشغل يعني. لا هذا غير جائز. غير جائز من عنده هو أن يعني يتمازح مع
تلميذاته البنات لأنه أجنبيات عليه وهو أجنبي عليهم عليهن، فغير جائز هذا المزاح لأنه لربما يؤدي إلى الوقوع في الحرام. كذلك الاستجابة لمزاحة أيضا هم غير جائز، لا هو عليه جائز ولا على البنات اللي يستجيبا للمزاح مالته وياخذن وينطن وياه مثلا بالكلام، هذا أيضا غير جائز. نعم الدرس وما يخص الدرس من سؤال والجواب مع التلميذات، التلميذات مع أستاذهن، هذا جائز. أما لمن يخرج عن نطاق الدرس ويتمازح هذا غير جائز، لا على الأستاذ ولا على الطالبات اللي يستجيبن إلى مزاحة، هذا أيضا عليهن غير جائز. نعم يعني أنا لازم ما أستجيب؟ ما افتهمت شو تقولين؟ شكرا. أهلا وسهلا ومرحبا بيك يا نور. بلي من الناصرية أبو رافد من الناصرية، تفضل أبو رافد من الناصرية تفضلوا. السلام عليكم. ولاي عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا ومرحبا، تفضل أبو رافد. السلام عليكم. ولاي أهلا وسهلا بك أبو رافد، شنو سؤالك؟ حاول أنه يكون اتصالك وياي عبر الهاتف فقط، واترك التلفزيون، قلل صوته أو ابتعد عنه، وتفضلوا سؤالكم يا أبو رافد. مولاي عفو، سؤالي بالنسبة لشهر رجب. نعم والله تاك التلفزيون ماكو حتى صوت ماشنا. كمل سؤالك أبو رافد. شهر رجب أكو صلاتين. أبو رافد احنا ذكرنا لك انه انت تتواصل ويانا عبر الهاتف. هو عبر الهاتف. ايش ليش سكتت؟ ما يخالف هذا كله وقت تكلم. عندي صلاتين بشهر رجب مذكورات، صلاة الرغائب. بل والله مولاي عبر الهاتف انا هسه صوت ماكو بالتلفزيون. بلي براحتك مولاي براحتك، بس كمل سؤال. انا مو يم التلفزيون هسه، اصلا مو يم التلفزيون. نعم عندي صلاتين بشهر رجب. صلاتين بشهر رجب. نعم انقطع الاتصال مع أبو رافد وما وصلنا بعد إلى تكملة سؤاله. أيضا عندنا اتصال محمد من بابل، تفضل أخي محمد. الله يحفظكم ويسلمك سيدنا. السلام الله يخليك. عليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا. أسأل عيوني؟ تفضل أخي محمد، أنت الآن على الهواء مباشرة. رحم الله والديك. سؤالي باختصار، أكو فتوى ملخصة أنه لا يجوز أو يكره قراءة سبعة آيات، أكثر من سبعة آيات في القرآن الكريم أثناء العذر، الجنابة أو ما شابه. أي نعم. المصداق مال القراءة، يعني يجب أن يكون يعني تلفظ ويا القراءة بالمصحف، مثلا إذا أقرأ على ظهر قلب أو مثلا أنا أمشي وقلبي أقرأ أو بصوت. اي كل يعني الاحوال لسه سواء كان على المصداق مال. اي نعم القراءة. هاي السبعه ايات اللي هو مكروه للمجنب ان يقراها سواء بالقران، سواء بالقران او سواء كان مثلا يعني بحفظه هو بحافظته على السواء، يكره له ان يقرا اكثر من سبعه ايات. بلي ماشي، يعني حتى عن ظهر قلب ميز. حتى لو عن ظهر قلب مكروه، وتزداد الكراهة كل ما هو توغل في القراءة أكثر. بس نعم. إذا تسمح لي بس والسماع، يعني أنا أحب دائما أسمع القرآن. أي بلي استمع لا بأس فيها وإلك ثواب، لأنه المنع كان عن القراءة مو عن السماع أو الاستماع، فالسمع والاستماع مو ممنوع، الممنوع هو القراءة. أهلا وسهلا ومرحبا بك يا أخي. الله يخليك يا عزيزي. أبو عماد من الكوت، تفضل يا أبو عماد. ألو.
اهلا وسهلا ومرحبا بك ابو عماد، تفضل. مولاي فركات اصلي ركعتي مو اشهد، انسى اكمل تقول كان منه الصلاه، اشهد ان لا اله الا الله وبعدين اسلم وبعدين تذكرت. شنو اللي نسيته بالصلاة؟ شنو هو التشهد؟ ركعتين. اي اشهد اشهد شهادة كاملة انسى. اي نعم، تشهد شهادة كاملة، يعني المقصود بها انه شنو؟ اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. شنها من هي الصلاة، مو شنها هو اساسا. انت ايش قد ما يخالف ابو عماد، اعطينا مهله شويه، خلني اسالك. الله يخليك يا عزيزي، انت اساسا الصلاه مالتك ايش قد يعني؟ رباعيه ثلاثيه؟ صلاه الظهر 4 ركعات. اي نعم، وتجي انت بالركعه الثانيه اذا كملت الشهاده تقول منه الصلاه، بعدين يلا ذكرت الركعتين الثانيه. خو ما التفتت؟ لا بالله ما التفتت. إذا ما التفت تقوم كمل الثنين الباقيات. رحم الله والديك. وبعد ذلك بيخالف؟ وبعد ذلك من تخلص تسجد سجدتي السهو. بعد ما بعد ما تخلص وتقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر. تسجد سجدتين يسموهن سجدتي السهو. نعم. إيه عن هذا الخطأ اللي صار عندك بالنص. خو واضحة يا أبو عماد. الله يخليك يا عزيزي. الله يعزك، أشكرك شكرا جزيلا. أهلا وسهلا ومرحبا بك. شكرا شكرا لله. نعم، من البصرة أم علي. أم علي، عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا ومرحبا، تفضل يا أم علي. سيدنا أنا بصلة عن زوجي 4 سنين، هو بالسجن ونحكم 20 سنة. هسه أنا بالمحكمة طلقت قبل 3 أشهر، طلقت استلمت قرار الطلاق، يعني أطلق بعد عد سيد لو ما حاجة بعد أنا صرت محرم عليه. زين، هو رجلك هو يعني تلفظ بصيغة الطلاق؟ لو ما تلفظ بصيغة الطلاق يعني الطلاق دا كان الطلاق مال المحكمة كان عبارة عن رسميات، يعني شروط الطلاق ما متوفرة. ها؟ بس توقيع، يعني قال له لا وقع حسنانة انت راضي يعني تطلقها. اي قال له قال هو يموافق ووقع على الطلاق. هنا لابد ان يتلفظ بصيغة الطلاق وامام شهود 2 عدول، هاي لازم يكون حتى في سبيل يصح الطلاق، او ينطي وكالة الى واحد مثلا شيخ سيد مثلا ينطيه وكالة يقول له أنت وكيل عني في تطليق زوجتي فلانة، تمام، ويجي هذا الوكيل يلقي هاي الصيغة أمام شهود عدول حتى يتم الطلاق شرعا، وإلا أنت في بهالسالفة اللي ذكرتي لي إياها أنت ما زلت زوجته الآن. بلي، أهلا وسهلا ومرحبا. نعم، من ذي قار. علي من ذي قار، تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا ومرحبا. الله يحفظك. بس علي صوتك شوية، أنا في لأنه مدى أسمع. سيدنا أنا عندي الوالد متوفي. الصوت مدى سمعه. الوالد متوفي أكثر من 20 سنة. الله يرحمه. الله يرحمه برحمته. يعني هذا تقريبا يعني تعلق بالوالد. إنه ظاهر داعم القراءة لصوت الفاتحة. ما أقدر أصلي، عندي عمل تعبان شوي. أنت ابنك كبير؟ هذا هم يحسب أجر سيدي. أنت ابنك كبير أخ علي؟ انت ابنك كبير؟ لا مو كبير، انا الثاني. الابن الثاني بس يعني متعلق بي سيد. نعم نعم، كل اللي تأديه الوالدك حتى لو مثلا متوفي قديم قبل 20 سنة، هذه من نعم. من يعد من البر بالوالدين.
انت إيه مثلا في دعائك لازم تكون تدعي لوالدك، في صلاتك تشركه في الزيارة، تشركه معك في صلاة الزيارة، في الثوابات تسوي له ثواب، تسوي له مثلا صدقة جارية، هذه كلها من مصاديق البر بالوالدين. أحسنت يا أخ علي، موفق إن شاء الله. جزاك الله الله يخليك يا عزيزي، في أمان الله. أهلا وسهلا ومرحبا بيك أخ علي. أم مؤمل من واسط. يا أخويا أهلا وسهلا، تفضلي يا أم مؤمل. السلام عليكم. تفضلي يا أم مؤمل. أنا مطلوبة ست شخصيات. أها نعم. كنت سبقتها حامل وتقيل. نعم. كنت أتقيل. نعم. ما أقدر أصوم. وبعد سنتين أنا أرضع. سنتين أرضع يعني يسقط عني الوجوب. لحظة، يعني من رمضان إلى رمضان ماكو صارت فرصة إليك مثلا للقضاء؟ لا، دائما مريضة وعندي هبوط. دائما مريضة من رمضان إلى رمضان اللي وراء إلى رمضان اللي وراء. فقط فقط الدفعين الفدية عن كل شهر 22 كيلو ونص. 22 أي فدية فقط عن كل شهر. كل شهر انا وشي 10 ورا 10 يعني ما بدي اتحن كل انا خالتها ضعيفه كلش. نعم باستطاعتك انه مثلا هاي 22 كيلو ونص مثلا تقسميها بالنص، او مثلا تسويها ثلاث تسويها ارباع وتدفعيها للفقراء براحتك. فقط المهم كون المهم 10 ورا 10 اي ممكن، بس كون عن كل شهر 22 كيلو ونص، هذا هو المهم. اما شلون تدفعيها كيلو كيلو نص كيلو نص كيلو فهذا بكيفك، المهم كون تأدين عن كل شهر 22 كيلو ونص. عن كل شهر 3 اشهر عندك ف 22 كيلو و 22 كيلو و 22 كيلو ونص، هذا هو المعنى. اهلا وسهلا بك يا ام مؤمل، اجمعين ان شاء الله يا ام مؤمل، اهلا وسهلا ومرحبا. نعم اي نعم. السؤال بلي عبد القادر. عبد القادر يقول في رسالته: رجل كبير في السن وقد صار ينسى كثيرا، وينسى ايضا الصلاة والقراءة في الصلاة، هل عليه واجب الصلاة؟ اذا وصل الرجل الى بلي عندنا اتصال. أم حسين من بابل، تفضلي يا أم حسين. شلونك سيدنا؟ أهلا وسهلا ومرحبا، تفضلي يا أم حسين. الله يحفظك. بلي سيد، ولو زحمة عليك، بس الوشم يعني إذا مكان مو ظاهر حرام لو حلال؟ جائز الوشم، يجوز الوشم، بس بس لابد أن يعني المرأة، لأنه هو يعتبر من الزينة، فلا يجوز لها إظهاره إلا لزوجها فقط. بلي يعني جوزه ما بإشكال الوجه، ماكو إشكال. بلي نعم. أهلا وسهلا ومرحبا بيك يا أم حسين. نعم ما عندنا وقت نكمل الاتصالات، فقط هذا السؤال اللي ذكرناه من عبد القادر، يقول انه رجل كبير في السن وصل الى عمر بعد لا يقدر يتحرك، لا يقدر يسولف، لا يقدر يحكي، ينسى، ابد ما يتذكر اي شيء من فقرات الصلاة وغيرها. في هذه الحالة بعد ما عليه، هذا يعتبر مريض الان، فما عليه هذا الواجب اللي هو الصلاة. نعم. أيضا عندنا أسئلة كثيرة، احنا وصلنا إلى وقت الختام للبرنامج، نأجل كل هذا إلى يوم الأربعاء القادم إن شاء الله. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث.
خلصنا من